اهلا وسهلا فيكم. اليوم معي سعاد ودكتور ماهر وانا روان، واليوم رح نحكي لكم على نصائح للعنايه بالبشره خلال شهر رمضان. اول شيء كل عام وانتم بخير، شهر رمضان على الابواب ورح يبلش شهر الصيام. اكيد كلنا بنعرف انه الصيام له اثار ايجابيه على العقل وعلى الجسم، منها ازاله السموم ومنها تحسين مستوى الايض، بس كمان بنعرف انه الانقطاع عن الاكل والشرب لفتره طويله له اثار سلبيه على البشره. فدكتور شو فيك تحكي لنا عن الموضوع؟ صحيح، طبعا الصيام في رمضان ممكن يكون له اثار ايجابيه جدا على الجلد وعلى البشره عموما، وده من خلال انه بيعمل ديتوكسيفيكيشن، وممكن تتحسن فعلا البشره كتير خصوصا لو بنتبع نظام غذائي جيد. وهذا النظام الغذائي الجيد بالظبط ده اهم حاجه، انما لو هيكون في نظام غذائي مش مظبوط ممكن يحصل مشاكل كتير وممكن يكون له اثار سلبيه. اهم الاثار السلبيه انه ممكن يكون في فرصه زياده لظهور حب الشباب، بنتحول طبعا للباندا والهالات السوداء كمان ممكن تظهر، وخصوصا كمان علشان تغيير نظام النوم وعلشان الفتره بالظبط فترات النوم قليله والفطار والسحور، فالساعه البيولوجيه بتتلخبط فممكن تظهر الهالات السوداء. اهم حاجه كمان في رمضان موضوع الهايدريشن، أكيد. أنا من الناس اللي بتشرب مي يعني تقريبا 3 لتر على القليل بالنهار، وبرمضان ما شاء الله بشرب كتير لأنه فترة الفطار كتير قليلة، وبالتالي يا دوب أقدر أكمل مثلا 1 لتر. في عندك اي طريقه لحتى نحافظ على وظيفه السوائل؟ اكيد طبعا السوائل مش شرط، او الميه مش شرط تاخديها في صورتها الطبيعيه اللي هي صوره الميه الطبيعيه، لا ممكن ناخدها في صوره عصائر طبيعيه، ممكن تكون في طبق السلطه اللي مهمه جدا في الفطار او في السحور، ممكن تكون في صوره فواكه، ممكن تكون في صوره شوربات، اي محتوى مائي او اي غذاء او اي طعام فيه محتوى مائي عالي ده هيعوض كتير الهايدريشن. بيرفكت. تخيل الواحد يقدر يحافظ على نظام صحي خلال رمضان ويقدر يستقبل العيد ويستمر في رمضان ببشره صحيه ومشرقه. انا اساسا سمعت انه عند كايا في بروجرام علاج للبشره برمضان خصيصا معمول، فممكن تحكي لنا عنه دكتور؟ بالتاكيد، احنا طبعا في كايا صممنا برنامج علاجي مدته 4 اسابيع. البرنامج ده individualized أو customized على حسب نوع كل بشرة، فبالتالي الconsultation بتفرق كتير، ضروري تستشيري ونشوف نوع بشرتك ايه عشان نصمم لك البرنامج المناسب ليكي، وده هيساعدك على ان انت تغذي بشرتك كويس، تلاقي بشرتك دايما فيها نضارة فيها حيوية، تستقبلي رمضان والعيد وخصوصا في المناسبات وفي الجامعات بجلوي سكين وببشرة نضرة وصحية. قديش حلو انه يكون الواحد عنده برنامج مخصص له ويقدر يستقبل العيد ويشوف العالم سواء ايفنتس او اعراس تصوير او حفلات بالليل بس دائما بتعرف في الجاذرينج تبعك وتكون بشرتك مشرقه وجلوينج. عن جد احنا نتشوق كثير لاستشارتنا مع الدكتور. And stay tuned for us, we're gonna be trying هيدا البروجرام ان شاء الله. See you guys. Bye. رمضان كريم.